الغوالي طلبة أساس الإعدادي، حياكم الله بشرح محاضرة جديدة من سلسلة قواعد الوحدة الأولى. محاضرتنا اليوم اللي هي الحلقة الثالثة من شرح قواعد الوحدة الأولى، موضوعنا اليوم اللي هو العبارات الفعلية. راح أنطيك دليل شلون تعرف اسم الموضوع، مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة لازم أنطيك دليل شلون تعرف اسم الموضوع والأسلوب اللي تعتمد عليه حتى ما تواجه أي مشكلة. هذا الموضوع يجينا بطريقتين، بالسؤال الثاني فرع أي على شكل ترتيب، والسؤال الثاني فرع بي على شكل اختيارات. بالنسبة لفرع بي يكون واضح قدامك على شكل اختيارات من كثرة الأمثلة اللي راح نأخذها، الأمثلة الوزارية. أما فرع أي شلون تعرفه، يجيك هاي العبارة put in the correct order، put in the correct order، ضع في الترتيب الصحيح. شنو القاعدة اللي تعتمد عليها حتى ما تواجه أي مشكلة سواء بالأي أو بفرع بي؟ القاعدة مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى إنك تكتب الفعل. الفعل يكون صعب عليك تحديده، بس راح تلاحظ خلال الشرح شلون يخليك تميز الفعل وين. بعدها إما اسم أو ضمير. الخطوة الثانية اسم أو ضمير. شنو اسم؟ اسم عندك أربع عبارات اللي هي the music، the television، the light، stamp collecting. الأستاذ لو يجيب لك اسم لو ضمير، لو اسم واحد من دول الأربعة أو ضمير مثل it أو them، وهاي كلش مكررة بالوزاري. ركز على هاي، كلش مكررة بالوزاري. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة شنو؟ تكتب حرف الجر. حروف الجر اللي مستخدمة اللي هي on و up و off و down. هاي قاعدتك. جاك ترتيب تنزل الفعل، بعدها تشوف الأستاذ منطيك اسم أو ضمير تنزله، بعدها تنزل حرف الجر. تنزل حرف الجر. إجاك اختيارات لازم تختار فعل، اسم أو ضمير، حرف جر. ما يقبل غلط. عندي ملاحظة على الاسم، أنا اختصرت لك القاعدة على الاسم. يقول عند الاختيارات يكون موقع الاسم، يعني إذا جاك اسم على شكل اختيارات من ضمن السؤال الثاني فرع بي، فأنت لا تدوخ، ركز على هاي الملاحظة. عند الاختيارات يكون موقع الاسم يا هالاسم واحد من دول الأربعة، ورح نأخذ مثال وزاري عليه، تمام؟ يكون موقع الاسم إما قبل أو بعد حرف الجر فقط. يعني الاسم هاي حروف الجر أربعة، إما يكون هنا أو يكون هنا. يعني ما يصير الاسم يكون قبل الفعل، يعني اسم الفعل، لا هذا اختيار غلط. الاسم لو يكون على يسار حرف الجر، لو على يمين حرف الجر. وراح ناخذ هاي الامثله ولاحظوا شلون جاي نحلها. المثال الاول I can't remember، كلش مكرر بالوزاري. When I took up it، يقول put in the correct order. هذا اجى 2020 واصلا كلش مكرر بالوزاري، وذكرنا كل الامثله اللي عندنا وزاريه. استاذ انا وين راح اعرف الفعل؟ وين راح اعرف حرف الجر؟ وين راح اعرف الضمير؟ انت تعال اخذ بهذا ضوء على المثال، اخذ هاي الكلمات الثلاثه، تعال حددهن حتى تعتمد على القاعده. القاعده تكتبها قدامك. ات وين شايفينها احنا؟ ها ات ضمير، ات ضمير. اب شني اب؟ اب حرف جر، حرف جر. الفعل يكون على يسار حرف الجر مباشره. وين يكون؟ على يسار حرف الجر مباشرة يكون موقع الفعل، فعل. فاستاذ ليل قال هذا جاي شو الترتيب؟ على شكل ترتيب. شو تنزل أول خطوة؟ تنزل فعل اللي هو شنو؟ took. هيك يكون جوابك بالوزاري took. بعدها استاذ ليل قال لك تنزل الاسم أو الضمير، شو جاب؟ ضمير. تكتب it. بعدها استاذ ليل قال لك شو تسوي؟ كمل يلا وياي، نزل حرف الجر اللي هو الاب، وينتهي الجواب. الجمله كلها لا تكتبها، اكتب فقط took it up. مثال الثاني when did you stamp collecting take up؟ ايش قلنا شو تسوي؟ تجي على ثلاث كلمات ذولا. تعال بالله هاي stamp collecting وين شايفه؟ اوه هاي اسم، هاي الاب حرف جر، على يسار حرف الجر شنو؟ فعل، تمام؟ أول خطوة صار ليش قال شو تنزل؟ الفعل اللي هو التيك، تيك. بعد الاسم أو الضمير، إجاك اسم اللي هو stamp collecting، stamp collecting. شلون صارت هاي collecting؟
تمام؟ بعدها نزلت الاسم، اي نزلت شنو الفعل؟ راح، الاسم راح، بقى حرف الجر اللي هو الاب. تيك ستامب كولكتنج اب، وبنفس الوقت حسب الملاحظه تقدر تخلي تيك وبعدها اب وبعدها ستامب كولكتنج. ليش؟ لانه اسم عادي يكون على يسار او يمين حرف الجر. لاحظ المثال الثالث اللي هو اختيارات اجى 2021. كان يو فراغ علامه استفهام، ذا ميوزك تيرن داون، لو تيرن داون ذا ميوزك. احنا خلينا نحدد الكلمات اللي انطاها الاستاذ، ذا ميوزك وتيرن وداون، وهنا قال لي تيرن وداون وذا ميوزك. خلنا ترجمهم. ذا ميوزك وين شايفينها؟ اسم. تيرن ما اعرفها، اتركها اتركها، سوي نفسك ما تعرفها. داون حرف جر، اذا على يسار شنو؟ فعل. اجي ترجم ايش كتبت هناك، هاي تيرن كتبتها فعل، اكتب فوقها فعل. داون حرف جر، ذا ميوزك اسم. انا قاعدتي شو تقول؟ قاعدتي تقول فعل زائدا اسم او ضمير زائد حرف جر. اكو بالقاعدة هنا بالامثلة، اكو فعل اسم وحرف جر، اسم فعل حرف جر، فعل حرف جر اسم، ماكو. بس هذين قالكم ملاحظة، اذا جاك اسم الاسم يكون على يسار حرف الجر او على يمين حرف الجر. شوفوا هنا قال لك ذا ميوزك، شن طاق بعدها؟ فعل، احترقت مباشرة. هنا انطاك ذا ميوزك، ماكو شيء بعد، تعال قبله شنو؟ حرف جر. اذا انطبقت الملاحظة، يمين او يسار اكو حرف جر، تمام؟ يمين الاسم او يسار الاسم حرف جر، على يمين الاسم اكو حرف جر، على يسار الاسم اكو حرف جر، اذا هو هذا اختيار صحيح اللي هو هاي تيرن داون ذا ميوزك. اوكي، خلينا ننتقل للامثلة اللي بعدها. الامثلة اللي بعدها كلش مهمة. المثال الاول اجى 2020. Can you turn down it؟ تعال انت شو تسوي؟ سوي هذا الخط على اول ثلاث كلمات، على اخر ثلاث كلمات، ترجمهن. it وين؟ ضمير. داون حرف جر، اذا يسار شنو؟ فعل. يلا اخوي رتب على السريع وياي قبل لا اكمل، فاكتب turn وبعدها it وبعدها داون حسب القاعدة، فعل ضمير حرف جر، turn it down. most smokers take up it as teenagers. teenager 2020 اجى، هنا راح تدوخ شو ما اخذت هذا اخر ثلاث كلمات. مو مشكلة، تعالي تعالي تعالي، هاي الات وين شفناها؟ بالضمير، مو الاب وين؟ الجر، اذا يسار شنو؟ فعل. اذا انت ايش تحتاج من هاي الجملة؟ تحتاج فقط ذول، رتبهم وانتهى الموضوع. لا most smokers اكثر مدخنين، ولا اصل teenager كمراهق. فتقول take، بعدها انطاك شنو؟ انطاك ضمير اللي هو الات، بعدها تنزل حرف الجر اللي هو الاب، وانتهى الموضوع. بصعوبة؟ والله ما بصعوبة. اللي بعده السؤال الثاني فرع بي، يجيك اختيارات. I will turn down it لو turn it down in a minute. تعال turn و down و it، turn و it و down، ترجمهم. it ضمير، down حرف جر، اذا شنو هذا؟ كمل وياي، فعل. هنا شنو ترجمناها؟ فعل، هنا ضمير، هنا جر. ياهي من هاي الاختيارات صار عندي فعل ضمير حرف جر، فعل جر حرف جر، يعني ضمير لو فعل ضمير حرف جر، اذا هذا هو الاختيار الصحيح. هذا طبق القاعدة، طبق شنو؟ القاعدة. المثال الاخير اللي جاء 2016 واصلا هو كلش مكرر بالوزاري. I like these shoes، can I فراغ علامة استفهام، يعني اقدر اجربهم. try on them لو try them on، ترجم them شنو؟ ضمير، on جر، اذا هاي شنو؟ فعل. try ايش خليناها؟ فعل، هنا ضمير، هنا حرف جر. يا اهل الاختيارات صارت عندي فعل ضمير حرف جر، الاولى فعل صحيح بس خلى جر بعدين ضمير، عكسهن. فهنا فعل
ضمير حرف جر. اذا هذا هو الاختيار، هذا هو الاختيار. تمام غوالي، هذا بالنسبه لشرح موضوع العبارات الفعليه. تحياتي.